حبيبتي حبيبتي عندي هسه هاي القطعة مالت مالت الصدر وقطعة مالت الظهر، طبعا قصيت هنا شوفوا مثل ما قلت لكم من هنا تصير مدورة من ناحية الخصر على مود من هنا تصير عدلة، ومن هنا شوية ادورها من الجوانب على مود ما تهدل عندي. راح اجي ادق اللاصق زين، راح اوريكم هذا الموديل اللي انا راح اسويه، طبعا راح اشرح لكم اياه بس بالهاي وانزل لكم وتتابعوا بعدين الصور اللي راح انزلهم بالجروب زين. بس انا بس راح افصل لكم واسوي لكم طريقه يعني الخياط مالته والهاي وتراقبوني بس الصوره شلون راح انزل لكم انا يعني كله يعني التفصيل راح ابين هنا، ما ابي في شيء صعب. بنات هسه اني طبقت اللاصق ورجعت طبقت القماش الميله، هسه راح اجي افصل هذا الموديل اللي قلت لكم عليه. طبعا هو مربع قياس للبنيه الصغيره، اخذ 3 اصابع زين 3 اصابع وانزل بيهن، ما انزل هواي انزل يعني شكلكم اقل الفتر يعني. هل احسب لكم اياها في السنتيم؟ بالسنتيم يطلع تقريبا 12 النزال مالتي، اي النزال مالتي 12 زين، والعرض مالت الحفرة 5 سنتيم، اي 5 سنتيم. الفرق بينها وبين الحفرة العادية ليش يصير 6 سنتيم او 7 سنتيم زين. انا راح اجي اشوفها شوية بعد، راح انزلها مو هواي قد اقل النص اصبع. راح اجي هسه احضر بطانة هاي، هنا انا اشرح اسوي، راح اسوي على شكل كركش عريض واخرطه باللاستيك العريضة، اخرطه والبداية من الوساط والنوب من الجوانب همينة، راح اصير عندي مثل كركش عريض اجي اخليه هنايا بالوسط، وقطعة ستريج قد 4 اصابع راح اديرها على الخصر ها، واجيب قوبشي من نفس القماش هيك اسوي شرايط رفيعة اسويها مثل مات الحزام، من هنا 2 ومن هناك 2 وانزل بوسطها احزام اسود، راح ينتهي هذا الفصل يصير كلش حلو ومرتب. ظلوا وياي راح اقصر بطانه همين حتى اختصرت الفيديو، ترى انا ما اشوف راني بنات هسه انا قصيت التطعيم مثل على طريقه اللي علمتكم عليها، قصيت التطعيم هسه انا العفو للحفره السجاف، قصيت السجاف راح اجي راح اسوي، راح اقيس المسافه شقد شبر وتقريبا شبر واصبعتين شبر واصبع زين، راح اقيس هاي صار عندي هاي قطعه ماس ستريتش راح اجي اقصها اقيس لي شبر واصبعتين، لا استغفر الله ما اقدر اقيس هيك ليش؟ لان انا راح اخرط فما راح اخليها وصله كامله، فانا ايش راح اسوي؟ راح اخليها طويله، خليها طويله بس انا تقريبا طول القطعه شبر شبرين وفتر شبرين وفتر، من راح اخرطها راح تصغر عندي المساحة زين. راح اخذ انا على قد 4 اصابع 5 اصابع على مود بالخرطة تقعد حلوة مرتبة زين، اخذ هسه هاي 5 اصابع هسه هاي قبل لا ابلش شو اسوي؟ اجي اول بداية اقعد لاستيك ام الاصبعتين امشي اول بداية امشي اموت عليها مرتين ثلاثة والنوب ارجع اخرط بالوسط لحد ما اخرطها كلها زين، هسه انا عندي كلها انخرطت ارجع النوب افتحها من جديد اللاستيك ادق من هنا اخلصها على طول واني انا ماشي اخرط بيها اموتها يعني اللاستيك والقماش ها، وهاي الصفحه هم من اليسار يعني تصير 3 خياطات راح اصيرش عندي هاي مزقزقه من هنا هيك على قد اصبع راح يطلع منها ومنها اصبع ونص كلش حلوه تقعد مرتبه، واخليها بوسط الحفره انزلها هنايا ورا ما ابطن واكمل ها عيني راح اجي انزلها هنا
زين هيك راح اجي اخلي اثبتها هنا زين، راح اجي اقصها تقريبا بقد هاي القطعه 5 اصابع او 4 اصابع اخليها للحزام من نايم. زين هسه انا راح اجي اقيس هذا شقد وهو مطبوق او على قياس العرض راح اسوي قطعه الحزام شبر وفتر. اجي هسه انا اخذ لي قطعه شبر وفتر هاي القطعة نحسب شبر وفتر زين شبر وفتر هاي شبرين عليها شبرين زين راح اجي اول بداية اقصها قطعة عدلة زين اجي اقيس 5 اصابع احنا كنا 4 اصابع بس انا هسه راح اقول لكم هذا الاصبع اجمل هسه انا قصيتها عدل زين انا عندي القاعده مالتها قلت لكم شويه مدوره راح اجي انومها الصوره هاي زين خلي هاي القطعه جواها جواها او فوقها المهم يعني انا قص على على العرض مالتها طلعت عندي مضبوطة بس فتخلل بسيط هنا ادورها زين من ناية وهيج انا راح ابدي ادورها شوفوا مثل ما قلت لكم باعوا هسه عندي قاعدة تمام هسه عندي قاعدة تشوفوها هسه قاعدة عندي تمام ها من اجي هسه انا راح اجي رأستين ادقها اذا اريد اقلل بعد من العرض مالتها اخاف تطلع عريضة لان انا مالتها حيل عريضة بس على قد الحزام زين هسه انا عندي قاعدة تمام زين هذا اجي من نفس القماش هسه مثل عندي هاي اجي شو اسوي افتحها بالوسط هي طبعا هاي طلعت من الحفره زين اجي اكفها بهالصوره هاي هيج اجي هاي اتناوب اخيطها من نوب اطبقها وبهالصوره هاي صارت قوبتي مالت اول حزام من نوب اسوي وحده هنا وحدة من هناك يعني اخلي بس مساحة بالوسط انزل من عندها احزام هيك احزام خفيف زين عيني ان شاء الله هسه كان واضح اللي جاي ورا ما اخلص هذا واخلص بطانة الظهر ها عيني اجي النوب اربط البدن وياها اجي هذا البدن الكلوش اربطه وياها شوفون هذا الكلوش مالته هذا اجي نو اربطه وياها من جديد طبعا هو هسه عريض عليها تقريبا 3 اصابع منه وثلاث اصابع منه ورا ما اخلص هذا كله راح اجي اربطه ويا البدن راح نصير عندي قطعه كلوش زين ومن هنا بيها موديلها وقطعه سوداء بالوسط زين هذا شرح يندار عليها ومن هنا راح ينزل هذا الكركش ها ومن هنا راح اصير قوبجيات اثنين ومن هنا انهم قوبجيات اثنين مالت حزام ومن هنا انزل الحزام خفيف راح اصير برنسيسه كلش مرتبه وحلوه زين هسه ان شاء الله لحد هنا عرفتوا طريقه هذا الفصال وراقبوا الموديل ان شاء الله احتمال اذا قدرت اخيط لكم اياه وبالخيط انزل لكم فيديو واذا ما قدرت بس انزل لكم الصورة النهائية بالفيديو زين عيني وشكرا لكم ومع السلامة.